ضرار ابن ضمرة يدخل على معاوية، فيقول له معاوية: يا ضرار صف لي عليا. فيقول له: أعفني من ذلك. قال: لا بد لك من أن تفعل. فبدأ يصفه ويقول: كان والله بعيد المدى شديد القوى، تتفجر الحكمة من جوانحه، والعلم من نواحيه، كان يعجبه من الطعام ما جشب، ومن اللباس ما خشون، كان يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين، ولا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، وكنا مع قربه منا وتقريبه إيانا لا نكاد نكلمه لهيبته. وأشهد الله يا معاوية أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول: إليك عني يا دنيا غري غيري، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك حقير وأمدك قصير. ثم نادى من أعماق قلبه: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، يا أمير المؤمنين أنت أنت وعملك عملك، وتشتكي قلة الزاد، فما يكون حالنا نحن أصحاب المعاصي والذنوب؟ قال أمير المؤمنين: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، آه من نار لظى، آه من نار نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. فلما قال ذلك قال: أجل صدق. ثم سأله: يا ضرار كيف حزنك على علي بن أبي طالب؟ فقال: حزن أم ذبح وحيدها في حجرها، فهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ زفرتها. هذا حزن ضرار على أمير المؤمنين، وهكذا ينبغي أن يكون حزننا عليه.